ميزان ثاني ثاني يا أستاذ لو كان ميزان ثاني ثاني يا ثاني يا أستاذ لو كان ميزان اللي فيه الجمر في المغرب داخل حق التربية والتكوين ومن في الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أقول قصرا وليس اختيارا. فالسياق النقابات تحتج اليوم أمام المديرية الإقليمية ديال الأسوي بعد أن أعطينا الكلمة لإخواننا في النقابة الوطنية للتعليم في الفدرالية الديمقراطية الشعب. وأعطي الكلمة للأخ الصالي الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشعب. تحية نضالية لجميع مناضلي ومناضلات السياق النقابي الخماسي بإقليم أسفي الذي يأتي في السياق العام وهو التنسيق على الصعيد المركزي حيث القيادات الوطنية ارتأت أن الوحدة النقابية هي الحل الوحيد والأوحد لمواجهة التراجعات الخطيرة على المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية. تحية نضالية عالية للأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد. تحية نضالية لجميع الهيئات الحقوقية والمجتمع المدني التي ارتأت أن تساند في هذه الوقفة الاحتجاجية التي كما قلت تأتي في سياق خاص ألا وهو أن الحكومة تنفذ وبسرعة فريدة الإملاءات ديال الصناديق المالية العالمية في هذا السياق. تم التراجع على جميع الخدمات الاجتماعية وتم القضاء على الدولة الاجتماعية في هذا السياق. كذلك أتى الإجهاز على التقاعد على الخدمات الصحية وفي هذا السياق كذلك تم التوظيف في العقدة الذي نرفضه جملة وتفسيرها. وبالتالي فإن الحل الوحيد والأوحد هو توحيد الجماهير الشعبية من أجل قول كلمتها الواحدة ألا وهي الحفاظ على الخدمات الاجتماعية بكل أنواعها بدءا بالتوظيف. التأهيل يفيد الترسيم مع الأكاديميات. نحن الترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية نريد أن يكون قانون أساسي عادل ومنصف لجميع الفئات. إذا احنا كجامعة وطنية للتعليم منضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل سنكون دائما في قلب جميع احتجاجات المشروعة لجميع فئات وزارة التربية الوطنية من أساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وصولا إلى المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والإدارة التربوية والمبرزين وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي وأساتذة التعليم الثانوي. إذا جميع الفئات الجامعة الوطنية للتعليم منضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ستكون في قلب جميع الفئات وتكون مستعدة كذلك إلى وحدة نقابية حقيقية من أجل النضال حتى انتزاع المكاسب والحفاظ على المكتسبات السابقة. إذا فلنوحة الصفوف وأكيد أن النصر آتي وأن الإدماج آتي. حية نضالية لعموم الشغيلة.